طيب هو صناع المحتوى هم اكتر ناس بيبقوا قاعدين على الانترنت، اكتر ناس بيبقوا شايفين العالم اللي حواليهم ومواكبين العصر بمعنى الجمله. أيوة أيوة. يعني فانا شايف انك انت يا عمار رافض الفكره، معارض فكره الجواز على السوشيال ميديا في العموم. حلو، ممكن تقول لي بقى اسباب رفضك للفكره ايه؟ انا شايف الجواز على السوشيال ميديا يعني حاسس ان انا اكون مرتبط باكونت اللي هو تمام. يعني احنا بنتعرف في الاول، حاسس الحوار هيبقى او العلاقه تبقى فيك شويه يعني. حلو. مثلا من حيث الشكل مثلا، يعني ايه اللي هيخليني ارتبط بواحده من على السوشيال ميديا؟ الفلاتر. ايوه بالظبط. افرض بقى حلو، فيلا الفلاتر دي حاجه فيك مش شبه الحقيقه. حلو. طب قلنا مثلا كل البنات حلوه وتمام وكل حاجه، الصفات بقى. حلو. يعني مثلا هي منزله ستوري والدنيا تمام وعايزه واحد يشيل مسؤوليه، وهي اصلا راقده على السرير وامها عماله تقول لها قومي نظفي ما بتقومش، انت فاهم الفكره؟ اوكي. فحاسس الموضوع فيك. حلو. بعكس لو قابلت واحدة على الحقيقة وتعرفنا ونزلنا وتقابلنا وكده. ما هو اللي انا بشوفه على الانترنت حابب في الحقيقة زي جواز الصالونات زمان. طب افرض في بلد تانية بقى وقعدنا مثلا 6-7 شهور مرتبطين، سافر اسافر لها؟ طب مش صانع محتوى لازم تلف في الدنيا وتشوف الدنيا. هتجوز واحدة هنا احسن بقى في ال7 شهور. لا ده اسهل صح؟ ايوه. يعني انت مش شايف اللي ده ممكن لو رق قلبك كده في صورة، عارف لو حد بيتخطف من شكل؟ ما الصورة دي بتبقى معظم الوقت فلاتر وفيك وعلى سناب شات وحوارات. يعني بتنزل صورة تقول لك نو اديت نو اي حاجة، وتلاقي الراجل اللي وراه واقف معوك كده. ما هو انا هقول لك حاجة برضه يا عم عمار، ما هي ممكن في الحقيقة تكون حاطة ميك اب وبرضه هتتعامل مع يعني هتقابل الميك اب خانقك على بعض، هتغسل وشها لكن الصوره هتعمل ما بتكتشفش. بتكتشفش ده الا في الصباحيه. لا في الخطوب. الغسيل ده بتقابله في الصباحيه في الخطوب. فانت هتقابل الحقيقه وهتشوف من غير فلاتر بقى، لو كانت في حاجه هنا في بتاع هتشوف. أيوة. الحاجات دي على الحقيقه بالظبط. هو برضو الفكره مش في مش أنا في مش الشكل بقنعك. مش في الشكل بس في انا مش بقنعك فاهم انت، في الصفات الاخلاق مش عارف ايه، انت مش هتبقى مقتنع اقتناع تام، وخصوصا لو هي بعيده عنك مش هتبقى مقتنع اقتناع تاني. طيب احنا هرجع لك تاني، لان انا برضو انا عايز اتناقش معاك في الموضوع واشوف انت، اصل في كتير جدا من الشباب مش موافقين على الفكره. وانت راجل اصلا صانع محتوى، يعني انت راجل اصلا عادتك وشغلك على السوشيال ميديا بالظبط، فاللي هو لا انا تمام اشتغل لكن ما اتجوزش من السوشيال.